بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان درسنا اليوم بارشال ديريفاتيفز اللي هو الاشتقاق الجزئي بالعربي بنقول له. في البداية راح ندرس ايش الاقتران في متغيرين function of two variables let be given the function. طبعا هذا ليس بشكل عام، احنا نحكي هنا للتوضيح هذا المثال. مثلا زي هيك x تكعيب في y زائد y يقوى x زائد 5، هذا الاقتران في متغيرين معرف every where. طيب the partial derivative of f with respect to x is the function. اذا المشتقة هي عبارة عن function، لاحظوا كيف نرمز لها بالرمز، لاحظوا كيف ما في شحطة فوق برايم، هون مكتوبها تحت f تحت حط هون ال x، عرفتوا كيف؟ طيب obtain by differentiating f with respect to x، بحصل عليها عن طريق اشتقاق بالنسبة x treating y as a constant، بعتبر y عبارة عن ثابت. يعني هذا اقتران، لاحظوا الاكس والواي متغيرات، بس لما بشتق بالنسبة لx بعتبر الواي هو ثابت، طبعا الخمسة ثابتة مفهومة ضمنا. ولذلك لاحظوا طبعا من رموز كمان الاشتقاق، لاحظوا كيف الدي، عن زمان كنا نكتب الدي هيك، انتو بدكم تميزوا عاد هالسعيات ما بين دي ودي، عرفتوا علي كيف؟ الدي هاي اللي بسموه عصاية تستخدم للاشتقاق العادي، ها. يعني اصلا غلط نكتب دي، ها لاحظوا كيف دي هاي زمان هيك نكتبها، لو يكون عندي function of one variable نكتب الدي هاي، إذا أكثر من متغير نكتبها هيك الدي، ها بسموها يعني مايل. فهاي رمز الاشتقاق اقتران f بالنسبة ل x، أو هذا كمان الرمز عند النقطة x و y. شو قلنا؟ بشتق x وبعتبر y ثابت، لاحظوا y بعتبره ثابت، فمشتقة هذا المقدار قول 3 x تربيع في y، ها 3 x تربيع في y، لاحظوا y ما لها علاقة هون، هذا y ثابت زيه زي الخمسة زي السبعة زي أي عدد. فمشتقة e قوة x كنا نقول الثابت في المشتقة، ف y في e قوة x، طبعا مشتقة الثابت صفر. نفس المبدأ the partial derivative of f with respect to y is function كمان obtained by differentiating f with respect to y treating x as a constant. نفس المبدأ، إذا لما بشتقها بالنسبة ل y لاحظوا نقول d f over d y، لاحظوا الرمز، ها الدي ركزوا على الدي، ما بدي أشوف الدي هاي، وهناك ما بدي أشوف العكس، زمان كنت تطبوها ونمشي لكم إياها على أساس إنه ما فيش عندنا نوع من الاشتقاق، هلا عندي نوعين، فـ دي اف اوفر دي واي ممكن نرجونا بالرمز اف سب واي، راح اف وتحتيها هون الواي عند النقطة اكس وواي، وهي عبارة لاحظوا هسه اشتق بالنسبة لواي، شو بعتبر الاكس؟ ثابت زي كان مثلا عندي 5 واي، شو مشتق بنقول هون؟ اكس تكعيب في واحد، يعني اكس تكعيب زائد مشتقة الواي واحد، شو ظل اي قوة اكس، ها بمعنى اخر شو ما ينتج عندي. طيب هاي تعريف الاشتقاق بالمفهوم تاع الاشتقاق. هلا بنعرف الاشتقاق الجزئي كالتالي، ها لاحظوا كيف باستخدام الليمت، هذا التعريف الاصلي تاعه. هنا كيف نحسب؟ ممكن نحسب بطريقه سهله في بعض المسائل، بس في مسائل حكينا عنها راح نشوفها ما نقدر نحسب بالطريقه السابقه. فمشتقة f بالنسبة ل x هو عبارة عن limit f of تحميل متغير x، نقول x زائد h لاحظوا y، هون y نفسها من ثابتة لأنه، لكن x متغير، إذا f of x زائد h والy ناقص f ال x على h، لاحظوا كيف؟ إذا المتغير واضح y x وy ثابتة، بينما مشتقة f بالنسبة لy العكس، هلا ال x ثابت، لاحظوا x ما تغير، شو بنقول بس؟ مكان y نكتب y زائد h وهون نكتب y على h. طبعا إذا الليمت هذا موجود بسموه المشتقة الجزئية، هون بنسميه مشتقة جزئية بالنسبة ل x، وهون شو بنسميه مشتقة جزئية بالنسبة ل y. أنا راح أعطي أمثلة مختلفة. طيب عندي إكزامبل هلا، find مشتقة الاقتران f بالنسبة ل x عند النقطة 4 و 2، ومشتقته عند النقطة 4 و 2 بالنسبة لمين؟ ل y، وهذا ال f. هلا بدك تكون حافظ كل قواعد الاشتقاق اللي مرت معك، ما في شيء جديد. شو مشتقة اللين؟ كيف بشتق اللين؟ طيب هلا مشتقة ال f بالنسبة إلى x، ها لاحظوا بالنسبة إلى x كنا نقول واحد على ما داخل اللين، هذا هو واحد على ما داخل اللين، في مشتق
قط ما داخل اللين، لاحظوا مشتقتها بالنسبة لي شو بضل عندي أصلا؟ واي طبعاً. زائد اي قوى واي ثابت نفسه، ومشتقة جذر الاكس 1 على 2 في جذر الاكس، اذا هاي مشتقة اف بالنسبة لاكس. طيب بالنسبة لواي، لاحظوا بالنسبة لواي هذا المقدار نفسه، مشتقة اي قوى واي نفسه، اذا هذا راح يكون نفسه، لكن هون راح يكون عندك كالتالي، راح يكون عندك زي هيك. لاحظوا لما اشتق هذا المقدار بالنسبة لمين؟ لواي. فراح يكون عندك هون في مشتقة هاي بالنسبة لواي راح يكون صار عندك ايش؟ اكس، فاكس على اكس واي ناقص واحد. اوكي طيب عند النقطة هاي خلينا نعوض بعدين نرجع، طبعا عند النقطة 4 و2 باجي بقول 4 و2، ها بس 4 و2 بكتب الجواب بطلع مع الجواب على السريع. اذا هاي 4 مكان واي 2، فشوف شو عندنا، هاي مكان واي 2 هاي 2، 2 في 4 8 ناقص 1 بتصير 7 المقام. اي قوة واي، طب واي 2 اذا بصير اي قوة 2 يعني واي تربيع على 2 جذر 2، الأربعة هاي 2 ما بصير عندنا على 4. طبعا انا موضح الجواب بالشكل التالي مكتوب، مشتقة اقتران اف بالنسبة لإكس عند النقطة 4 و2 مكتوب 4 بعوض مكان واي وبعوض مكان اكس وواي نفس الشيء، هذا الجواب بظل زي ما هو 2 على 7 زائد اي قوة اي قوة تربيع على 4. المشتقة بالنسبة واي إذا تذكرت قلنا هذا المقدار ظل زي ما هو لأنه مشتقة اي قوة واي نفسه، ومشتقة اللين هذا المقام ثابت في الحالتين لاحظوا، لكن مشتقة اكس الواي ناقص واحد زي ما شفتوا هناك ما هي كانت تحت اللين اللي هي اكس، وبنعوض يعطينا الجواب زي هيك. طيب شو طالب هو عندنا؟ بده مشتقة الواي عند النقطة 4 و2، باجي بعوض 4 و2 هون مكان اكس ب 4 مكان واي ب 2، طبعا هي 7، 4 على 7 زائد 2 جذر 2. مثلا على سبيل المثال لو كان طالب عندما اكس تساوي 1، اذا بتعوض 1. اولا انتبهوا لعنده هون انه لازم نقطة تكون اللي ماخذها تكون واقع ضمن الدومين، ما بصير اطلب منك الاشتقاق عند نقطة مش واقع ضمن الدومين، عرفت علي كيف؟ فانتبهوا لها هاي، ما بنطلع على النتيجة، بنطلع على البداية اصلا. يعني تخيل يكون مطلوب منك الاشتقاق عند النقطة، تخيل أنا بقولها وهذا الحكي مش وارد إلا تكون غلطة مطبعية. مثلا يقول لك على سبيل المثال F الإكس عند النقطة، مثلا على سبيل المثال ناقص واحد وناقص ثلاثة، ناقص واحد وناقص ثلاثة، تيجي تعوضها هون بقول لك غلط. ليش غلط؟ الواحد طبعا غلط، ها بعوض هاي ناقص واحد في ناقص ثلاثة فيها ثلاثة، ثلاثة ناقص واحد فيها اثنين، فوق ناقص ثلاثة ما في عندي مشكلة، هون صار عندك مشكلة صح ولا لا؟ الجذر غير معرف عند ناقص واحد، أصلا هي هاي النقطة مش واقعة في الدومين، هاي النقطة مش واقعة في الدومين. هل من المعقول انه يكون هذا المقدار سالب؟ ما هو اللين معرف عند الموجب، اللين معرفين عند الموجب، فبدها تكون نقطة واقعة ضمن الدومين، هاي انتبهوا لها كثير. فهاي النقطة شو بنقول غلط؟ يكون عندي هيك سؤال لأنها مش واقعة ضمن الدومين. اوكي مثال بسيط هون بقول لي إذا كان زد تساوي اي قوة نص ساين الاكس، بده نحسب له دي زد اوفر دي اكس. لاحظوا كيف اس دي حتى في الكتب شايفين كيف نكتبها، اذا ما فهمت طبعا مش اف كل زد، نقول دي زد اوفر دي اكس. طبعا في طريقه ثانيه كمان نكتبها اللي هي ممكن لاحظوا شو نكتبها زي هيك، والثنتين بده نفس الغرض، بس احنا في الرياضيات مره تحتاج واحده عن واحده، زد تحتيها الاكس شو معناتها؟ مشتق الزد بالنسبه لاكس. طيب لما اشتق هاي بالنسبة لـ x بعتبر y هاي كونستانت، ها هاي شو بنعتبرها؟ كونستانت. طبعا هم بقول هم مشتق دي زد اوفر دي x تساوي مشتقة هذا بالنسبة لـ x، بما انه هذا ثابت ها قلنا دائما بالنسبة لـ x، فبطلع خارج اشارة الاشتقاق، هذا بطلعه برا، شو ظل مشتقة هذا بالنسبة
لا اكس مشتق الساين كوساين مضروب في واي قوة نص، عرفت علي كيف؟ أو مباشرة ممكن نقول إذا طبعا هي راح نصير نعمل في المستقبل، نقول مشتقة بالنسبة لإكس تساوي هذا الثابت إذا نفسه واي قوة نص، عرفتوا كيف؟ في مشتق الساين كوساين إكس. هلا طالب عند نقطة بس بعوض النقطة، طالب عند نقطة بعوض النقطة، مثلا على سبيل المثال قال لي عند النقطة باي مثلا وصفر، صفر مش معرفة، واحد مثلا، بنقول مشتق زد بالنسبة لإكس عند النقطة هاي أحد الصور، بنقول باي شو قلنا واحد تساوي طبعا كوساين الباي ناقص واحد وجذر الواحد واحد، إذا الجواب نقول ناقص واحد. أوكي لاحظوا نفس المسألة السابقة، بدي اشتقها سعر ايش بالنسبة لواي، طبعا لما اشتقها بالنسبة لواي راح نعتبر الساين ثابت، ها الساين شو نعتبره؟ كونستنت. في هيك حالة بنقول مشتقة زد بالنسبة لواي تساوي طبعا مشتقة الطرفين، ها مشتقة الطرف الأيسر هاي مشتقة الطرف الأيمن. هلا لاحظوا ساين الإكس بالنسبة لواي شو يعتبر؟ كونستنت بيطلع برا. شو ظل عندي؟ مشتقة هاي الواي، ها مشتقة الواي فقط. طبعا مشتقة الواي معلومة واي قوة نص، هذا شايفين كيف زي هيك، هاي النص في واي قوة ناقص نص، النص في واي قوة ناقص في ساين اكس. طالب عند نقطة نكتب النقطة، تتذكروا قبل شوي شو كانت النقطة؟ زد هون صب واي، لاحظوا الأجوبة بتختلف، كنا نقول عند الاكس باي والواي واحد كانت، فشو بعطينا الجواب هون؟ هاي يعني واحد على جذر الواي، هاي واي اس هاي بعطينا عند الواحد، موجود طبعا عند الواحد واحد، اذا النص في صفر والجواب صفر، الجواب صفر لانه ساين الباي صفر، ساين الباي صفر. اوكي في عندنا كمان أمثلة، نحسب البارشال ديريفاتيف ل مين؟ لما بقول لك كل ذا بارشال ديريفاتيفز اوف ذا هذا الفانكشن، بدي اشتق هاي الفانكشن بالنسبة للمتغيرات، لاحظوا الاف على ايش بعتمد؟ على اكس وواي، بدنا نشتق مرة بالنسبة لاكس ومرة بالنسبة لواي. رو فانكشن بدلالة فاي وثيتا، بشتقه بالنسبة لفاي وثيتا. الاتش فانكشن بدالة اكس وواي اذا اشتقوا بالنسبة لاكس وواي. اوكي بنبلش في هذا الاقتران، بنبلش في هذا الاقتران اف اوف اكس واي تساوي اكس على اكس تربيع زائد واي تربيع. طبعا بتعامل معه كاقتران مر معنا سابقا، كان بتعامل معهن راح اكتبه هون للتوضيح لو قدامكم، ها كاتبه على جنب. كيف بشتق البسط والمقام؟ إذا أنا بعتبر هلا واي ثابت، هذا عندي بسط ومقام. قلنا المقام تربيع مباشر، لاحظوا اكس تربيع زائد واي تربيع، تربيع مباشر المقام تربيع. أيوه مشتق بسط ومقام، إذا مشتق البسط في المقام، مشتق الاكس واحد، في اكس تربيع زائد واي تربيع هذا هي، ها في واحد، طبعاً ما فيش داعي نكتبها في واحد. هاي في واحد. لكن ما في داعي نكتبها ضرب واحد، واحد ضرب هذا المقدار ناقص. هلا مشتقة هذا المقدار بالنسبة لإكس 2x ماينس زائد صفر، هذا ثابت يعتبر بالنسبة لإكس صفر، 2x في إكس، إذا 2x في إكس. بعد التبسيط بعطينا واي تربيع ناقص إكس تربيع على المقام تربيع. طيب مشتقة بالنسبة لواي، انتبهوا لعندي. طبعا هذا بسط ومقام، لكن البسط لا يعتمد على الوقام، ولكن شو كنا نقول زمان؟ المقام تربيع لاحظوا دائما، ها المقام تربيع. هلا شو بنقول؟ بنقول مشتق ناقص مشتقة البسط في المقام، ها ناقص مشتقة ناقص مشتقة المقام في البسط، أو البسط ناقص البسط في مشتقة المقام، نفس الشيء لأنه مشتقة البسط صفر، مفيش داعي نستخدم القاعدة هاي. فبنقول هو أنا مشتقة هاي 2y، إذا 2y إكس سالب لأنه مشتقة المقام، شو بنقول؟ ناقص البسط في مشتقة المقام. طبعا إذا طالع النقطة بنعوضها. أوكي.
البعدية. البعديها المسألة، طبعا هون لاحظوا لما نقول بدي مشتقة بدي نسأل المتغيرات. هلا رو يعتمد على فاي وثيتا، فلذلك مش بس كله اكس وواي، اذا حسب المسألة اللي عندنا. فمشتقة رو بالنسبة لمين؟ لفاي. اذا معناته هاي يعتبر ثابت، كوساين ثيتا ثابت، فمشتقة الساين لاحظوا الفاي، مشتقة الساين كوساين، كوساين فاي. مش راح نقول الفاي مجموعة خالية، هون رمز الفاي هو رمز، انا هون بستخدمه ايش؟ لا متغير الزاوية بتاعت الساين. اوكي، هلا مشتقة الرو بالنسبة للكوساين، طيب معناته هون عندك ضرب، هذا من ضرب شو يعتبر؟ كله ثابت لانه ساين، هذا ساين فاي. هلا مشتقة الكوساين سالب ساين، اذا هاي سالب وهاي ساين. وأخيرا آخر واحد فيهم شايفين، هلا عندنا ايش؟ اتش يعتمد على اكس واي كالتالي. شو الاف؟ اي اقتران، قد يكون اي قوى اكس ساين اكس كوساين اكس زائد واحد الى اخره، والجي اي اقتران، يعني هون فيكست بينات اقترانات واضحه شو هي. وبشكل عام يعني قد يجي واحد على باله يكتب مكان f of x sin x زائد e قوى x، يجي الثاني يقول انا دكتور مكان g of y y زائد cosine ال y، بصير اي اقتران. طيب الفكره كالتالي، انا اشتق هالساعيات h بالنسبه ل x، بنقول هاي رمز الاشتقاق بالنسبه ل x يساوي، هاي خليها لبعدين. مشتق الدائم ال exponential function نفسه، مشتقته نفسه، هذا هو نفسه نحطه e قوى f of x ب g of y. في مشتقة مين؟ الاس. هذا الشق بالنسبه للاس، هذا يعتبر ثابت صح؟ شو مشتقة الضرب؟ نقول اف برايم في الجي اوف واي، هذا اف برايم في الجي اوف واي. اما مشتقة الاقتران هذا بالنسبة للواي نفسه، هاي نفسه. في مشتقة الاس، هلا هذا الاس مش هيك؟ ضرب عنده. فمشتقة جي اوف واي هي جي برايم اوف واي في الاف اوف اكس، جي برايم اوف واي في اف اوف اكس. اوكي. كمان أمثلة. أيوه، هذا مثال غريب شوي بدنا احنا، مش بقول كل هذا لكن نفس الفكرة. أي مثال determine the first partial derivative of the function. لاحظت الآن معرف everywhere. إذا كان بس x مس صفر وصفر، يعني ما عدا عند النقطة الصفر صفر بتكون صفر بس. نقطة x صفر وصفر. فإذا قال لك f الواحد وصفر بتعوض هون، f الخمس وصفر هون، أي قيمة تعوضها فوق. أما يعني قال لك مثلا احسب لي f of صفر واثنين أو زي هيك. صفر واثنين لاحظوا بس عند صفر صفر بقول صفر، غير ذاك شو بقول؟ بعوض هون. مكان x بصفر، إذا هاي صفر وصفر، إذا مش بقول ناقص 8 على 4 في 3 12 زي مثلا f of 1 و0 f of 1 و0 اذا بتعوض هون، كل نقطة بتعوض هون، مكان y 0 مكان y 1 يساوي 2 على 1 1. هذا كلام متشعب بيس وايز ديفايند، لاحظوا زي هيك. بدنا نحسب المشتقات الجزئية لهذا الاقتران بشكل عام. اوكي، هل مشتق دي اف اوفر دي اكس؟ عندي حالتين، اذا كانت اكس وواي مش صفر وصفر، ها مش صفر وصفر، صار عندي بسط ومقام، واشتقها بسط ومقام. ها المقام التربيع ضوي لحظه مباشر، مقام التربيع بالنسبه لاكس هاي مشتقه 6 اكس تربيع في المقام، هذا ناقص، لاحظوا ناقص هذا المقدار نفسه في مشتقه المقام بالنسبه لاكس 2 اكس، بعد التبسيط بيعطينا زي هيك. طيب اما المشتقه بالنسبه لواي نفس المبدأ السابق، المقام تربيع، بعدين مشتقة البسط بالنسبة للمقام ايش؟ هون عندي للواي ناقص 3 واي تربيع في المقام، هذا ناقص القانون بقول، القانون شو بقول؟ ناقص هذا المقام زي ما هو بكتبه في مشتقة البسط اللي هي ناقص 3 واي تربيع. يعني هون غلطة مطبعية، هلا بصلحها.
آسف آسف مظبوطة. مشتقة مقام 2.6 واي، آسف. إذا المقام تربيع، مشتقة البسط في المقام ناقص مشتقة المقام في البسط، مظبوطة. بعطينا الجواب زي هيك، مش فن كان السؤال يا طبعا فكرة فيه. طيب هاي المشتقة إذا كان إكس وواي لا تساوي صفر صفر، لاحظ مهمة جدا هالسعيات. فلو كان طالب عند أي نقطة مثل اللي كنت أحكي عنها سابقا، باجي أعوض هون. طيب إذا كان طالب عند نقطة صفر صفر، إذا هذا الحكي صحيح متى؟ إذا كانت إكس وواي لاحظ مالها ما بيساوي صفر وصفر. طيب إذا كانت النقطة صفر وصفر، لاحظ شو بدنا نرجع؟ بنرجع للتعريف. Now suppose that x y نقطة صفر وصفر. فالمشتقة عند النقطة صفر وصفر قلنا هي عبارة عن هذا الليمت. شو مكان x بعوض صفر ومكان y صفر. والصفر زائد h ناقص صفر ناقص f الصفر صفر على h. فبنيجي بنعوض، لاحظوا كيف؟ هنا نقول صفر زائد h. طيب وال h تولى صفر، إذا شو معناته h؟ معناته مش صفر. معناته بدي أعوض وين؟ نعوض هون. شفتوا كيف؟ اتش زائد صفر، لما اتش تؤول للصفر معناته اتش لا تساوي صفر، معناته صارت النقطة اللي عندي اتش وصفر، اتش وصفر بعوض هون. اتش وصفر وين بنعوض؟ هون. طب ولا مريح هاي. هاي هون شو مكتوب؟ اف طبعا الصفر زائد اتش اتش، إذا فأصبحت النقطة هاي اتش وصفر، اتش وصفر. لاحظوا هون واضحة، ما أقول اتش تؤول للصفر، شو معناته اتش؟ اتش معناته مش صفر، تقترب من الصفر. وإذا كانت القيمة النقطة لاحظوا أحد فيهم مش صفر، معناته بدي أعوض هون، فبصير لنا 2 اتش تكعيب، هاي صفر هاي صفر، 2 اتش تكعيب على اتش تربيع، هذا إيش؟ البسط. هاي قيمة هذا المقدار 2 اتش تكعيب على اتش تربيع، وهاي الاتش طبعا لما تنزل لتحت بس عندي اتش تكعيب على اتش تكعيب، بختصره بظل فقط 2. لاحظوا كيف المشتقة الاقتران اف بالنسبة لإكس عند النقطة 0 0 2، أما المشتقة بالنسبة لـ y، أنا طبقت طبعاً التعريف هذا، لاحظ شو مكتوب؟ عند النقطة x و y. هلا بيلعب دور x و y، قلت 0 و0، فعوض أنتو، بس هاي الصفر، هون الصفر زائد h ناقص 0 و0، النقطة اللي ندور عليها هلا 0 و0. طبعاً هاي الصفر، هون الصفر زائد h، h، فالنقطة صارت 0 و h. لاحظ لما أقول h تؤول للصفر، معناته h لا تساوي صفر. معناته وين نعوض؟ نعوض في هون، لأنه عند الصفر صفر بس بعوض هون. إذا لاحظوا كان الزوج المرتب عبارة عن صفر وصفر. طيب لما تعوض هون قلنا شو بعطينا هاي اتش، إذا صفر و اتش، بنيجي نعوض مكان اكس بصفر ومكان واي باتش، هاي صفر صفر، هو صارت ناقص اتش تكعيب على 3 اتش تربيع، ناقص اتش تكعيب على 3 اتش تربيع. لاحظوا الاتش هاي بتنزل لتحت صارت اتش تكعيب، فالاتش تكعيب مع الاتش تكعيب اختصروا بظل ناقص 1 على 3. بشكل عام لاحظوا مشتقات مختلفة بتكون، مش واحد يقول مفكرة كلها زي بعضها، لا المشتقات مختلفة. اوكي هاي بالنسبة للاقتران في التو فاريبلز. بدك تنتبه انت انه هون الاقتران كيف معرف به سوايس عند النقطة، فلجأنا لمين؟ لتعريف عند هاي النقطة بس، بقية النقاط ما فيها مشكلة، بقية النقاط هاي شكل الاقتران. خلاص فإذا باجي بشتق وبسط المقام وبعوض مباشرة عند أي نقطة، يعني عند نقطة مثلا هاي على سبيل المثال بنقول احنا طبعا دائما لو قال لي عند النقطة مثلا على سبيل المثال بدي عند النقطة 1 و0، باجي بعوض مكان اكس ب1 ومكان واي ب0، فبصير عندي هاي 1 هاي 1 هاي 0، لأن واي 0 وهاي واي 0 إذا 0، وهاي 0 وهاي 0 بظل وهاي 1. يعني شو بعطينا البسط؟ 2 على 1، نقول مشتقة 2. يعني عند نفس النقطة هاي ها، عند النقطة 1 و0 نفس المبدأ، بس لاحظوا متعود مكان واي 0 0 في أي مقدار؟ 0، لكن انتبه إن المقام مش 0 ها، طبعا 0 على هاي 1 زائد 0 1، إذا 0 على 1 0، إذا شفتوا كيف؟ عوض عادي. أوكي أما تعريف المشتقة بالنسبة للاقتران F في ثلاث متغيرات، لاحظوا يعتمد على ثلاث متغيرات الـ F X Y Z، فلاحظوا نفس التعريف السابق، نفس تعريف المشتقة الأولى أصلا، شو فرقت؟ لاحظوا هو بدي اشتق بالنسبة لـ X، بعتبر Y و Z ثوابت، Y و Z المتغير هو X، نقول X زائد H وهون نقول X. طيب هون اشتق بالنسبة لـ Y نفس المبدأ السابق،
اكس وزد ثوابت، لاحظوا اكس اكس زد زد، لاحظوا الواي المتغير وهون بالنسبة لزد. طبعا قلنا the parcels هذول also denoted by، بنرزم هاي الرموز يعني مش شرط بس هذيك تحت، لا ممكن هاي الدي. بس اكبر غلط ها، ولان ما بنسمع عليه احنا في الرياضيات، تيجي تكتب لي زي هيك مثلا، هذا تالف ليها من عندك انت، احنا ما بنستخدم هذا الرمز، نقول والله المشتقه بالنسبه لاكس بدي ارمز لها انا، انت مش على كيفك ترمز انت. نقول والله ارمزها بالرمزه مثلا هيك وهيك. احنا ما اتفقنا في كتابنا زي هيك، وراح يجيك يوم مثال هذا راح نشوف رمز جديد راح يظهر عندي زي هيك رموز مثلا على سبيل المثال. فانت بتقيد في الرمز هذا، نقول اف سب واي او دي اف اوفر دي واي، ومش دي هاي ها، لاحظوا هاي تختلف عن هاي، هاي مش نفسها هاي دي العاديه هاي ها، هيك دي اف على دي واي. هاي متى بلجا لها؟ هاي بلجا لها اذا كان اختلاف في متغير واحد، على سبيل المثال اف اوف x مثلا يساوي x تكعيب. لا وانا كنا نرجم، لا نقول هيك، نقول دي، ممكن نقول دي اف زي هيك على دي اكس، او ممكن نقول ايش اف برايم، ما واضحه شو يعني اف برايم، ما فيش عندي مشتقه الا لا اكس، قلت على هيك واقول مثلا في الحالتين 3 اكس تربيع مثلا. على لا لما تقول لي هذا الرمز دي هيك هذا غلط، هيك ما بصير تكتبه. مثلا لاحظوا رجعنا ايش، انه نكون عارفين قواعد الاشتقاق الرئيسيه، الحل تاعنا بيعتمد على قواعد الاشتقاق الرئيسيه، بدي اعرف شو مشتقه التان انفرس، اذا ما عرفت مشتقه التان انفرس كيف اشتغل. طيب هون اذا كان اقتران اف، لاحظوا اقتران في ثلاث متغيرات، فمشتقته بالنسبه الى اكس ها زد شو تعتبر؟ ثابت، هاي زد ثابت ها، لاحظوا زد ثابت، هاي ثابت، مشتقه التان انفرس واحد على واحد زائد الزاوية تربيع، لأن واي على اكس هي واي على اكس تربيع، في مشتقة بالنسبة لإكس ها. طيب شو مشتقة؟ ما هاي واي على اكس، شو مشتقة واي على اكس؟ طبعا واي واكس ما لهمش علاقة، مستقلات ما بيعتمدوا على بعض، ولا زد، لاحظوا شو قلنا بعتبر واي ثابت، فمشتقة الواي على اكس هي ناقص واي على اكس تربيع. طبعا بندخلها هون جوا بصير هيك، عندها بعد التبسيط ناقص واي زد، وهاي لاحظوا اكس تربيع في واحد، هاي اكس تربيع، هاي شو هي؟ هاي واي تربيع على اكس تربيع، دخل اكس تربيع ضل واي تربيع. طبعا لاحظوا هالسعيات، هذا الحكي صحيح متى؟ اذا كانت اكس لا تساوي صفر كله. ها طب اذا اكس صفر، اكس صفر مش بالدومين. ها اي نقطة فيها اكس تساوي صفر مش بالدومين. فهون لازم يعني احنا مش كاتبها بس واضحة الفكرة، انه هون هذا الحكي اكس ها اكس لا تساوي صفر. هاي مفهومة ضمنا. اكس مالها لا تساوي صفر، هاي حتى أكد عليها، هذا مفهوم ضمنا، انت بتشتغل ضمن الدومين. اكس لا، اكس لا تساوي صفر، ما بصير يعني مر معنا على الدومين، ليش اخذنا الدومين؟ هذا الدومين شو اكس تساوي صفر؟ بثلاث ابعاد، هاي معادل بلين، يعني كل النقاط الواقعة في الواي زد بلين مش داخلة معنا في الحل، لأنه في الواي زد بلين شو بكون اقتران اف الواي زد؟ بكون قيمة اكس صفر، هذا كمية غير معرفة، شو حقول اعوض هون؟ لا، أصلا مش واقع في الدومين، وهون ممكن تقع في غلط شنيع جدا. عرفتوا كيف؟ إذا مش معرفة المشتقة عند الاكس تساوي صفر، غير معرفة. طيب، يعني أصلا أنت لو تشتق عند الصفر، شو ما احنا بنقول؟ بنقول ناقص اف، طيب بدك تعوض مكان الصفر، ما فيش عندك قيمة تعوضها، كيف بده يصير عندك ليميت؟ طيب اللي بعديها نفس المبدأ، لاحظوا اكس لا تساوي صفر، المشتقة زد ثابت، هاي زد، مشتقة التان انفرس هو عبارة عن واحد على واحد زائد الزاوية تربيع، لاحظ نفسها، هلا في مشتقة عندك واي على اكس بالنسبة لواي، اكس ثابت تعتبر، واي على اكس اللي هي ايش؟ واي على اكس، هاي واي على اكس، مشتقة الواي واحد، ظل واحد على اكس.
طبعا بعد التبسيط بسرعنا زي هيك، بعد التبسيط. طيب المشتقة بالنسبة لزد، طيب أسهل واحدة فيهم، ليش؟ لأنه الزد هذا يعتبر بالنسبة لزد ثابت، مشتقة الزد هذا ثابت، مشتقة الزد واحد، طيب زي هيك. أنا هو طالب مثلا على سبيل المثال لو كان طالب مشتقة عند نقاط، بعوضها مثلا مشتقة النقطة واحد اثنين اثنين بالنسبة لـ x، باجي هون بعوض هون، لاحظوا كيف ما في عندنا مشكلة x لا تساوي صفر، فباجي بعوض بقول الـ x واحد والـ y اثنين، هاي خمسة المقام، واحد زائد أربعة خمسة، بعدين اثنين في اثنين ناقص أربعة، هاي ناقص أربعة. بالنسبة للـ y نفس المبدأ، مشتق هون x في z، واحد في اثنين اثنين، المقام قلنا واحد زائد أربعة خمسة، بالنسبة لهاي بعوض مكان y و x، طبعا هون tan inverse اثنين على واحد اثنين، هاي زاوية مش مشهورة بتضلها زي ما هي. اوكي امثلة كمان عندنا زي هيك، calculate the partial derivatives of، طيب انتبهوا لعندي هذا هون صورة عامة في الرياضة كيف نتعامل، وهون لا، لاحظوا اقترانات واضحة، يعني قارن بين هاي وبين هاي، لاحظوا اف اكس الواي ماخذه في تكعيب، كله هذا ماخذه يقوى اكس الواي مثل على سبيل المثال، وهذا لاحظوا يعتمد على اكس وزد، هيك نفهم الرياضيات، هذا اقتران يعتمد على اكس وزد. نيجي مشتقة الاقتران الأول بالنسبة لمين؟ لإكس، ها لاحظوا طب هون في اكس وهون في اكس، اذا معناته نشتق حاصل ضرب اقترانين، ها عرفت علي كيف؟ قلنا مشتقة اكس بدنا نشال نفسه، هذا هو اي قوى اكس، في مشتقة ايش؟ الاس، طبعا مشتقة اكس الواي بضل واي، في ساين اكس الزد كتبنا زائد، هلا هذا نفسه هذا موجود، بدنا نشتق الساين، مشتقة الساين كوساين اكس الزد، فمشتقة الزاوية بالنسبة لاكس شو بضل عندنا؟ زد. طيب مشتقة اف بالنسبة لزد، الترتيب مش مهم، لاحظوا هذا لا يعتمد على ايش؟ زد، اذا فهو نفسه هذا لانه ضرب عندي، هذا لو زائد هبقوا عنه صفر، لو زائد بقوا عنه صفر. طيب اي قوى اكس الواي، هاي اي قوى اكس الواي، مشتق ساين اكس الزد بالنسبه للزد، مشتق ساين كوساين، اذا كوساين اكس الزد، ومشتق الزاويه هاي بالنسبه لزد، اكس في زد، يعني صور لو كانت 2 زد بيقول 2، فاكس الزد بيقول اكس. نفس المبدأ المشتقة بالنسبة لمين؟ لـ y، لاحظوا ساين اكس زد ما بعتمدش على الواي، ها ساين اكس زد هذا ما لهاش دخل في واي، هذا بيعتمد على واي، بشتقه كيف بشتقه؟ حسب يعني اعتبر اكس 5 7 10 3 اللي بدك اياه، بس عندك مشتقة اي قوى اكس الواي نفسها اي قوى اكس الواي، في مشتقة الاس يعني لو كانت 2 واي بيقول 2، هذا بيقول اكس. وأخيرا المشتقة الاقتران هاي بشكل عام، طبعا للتذكير راح اكتب انا هون، شفتوا كيف المشتقة بالنسبة إلى إكس، ها لاحظوا هذا الاقتران يعتمد على إكس وهذا يعتمد على إكس، معناته بدك الشق الأول في الثاني زائد الثاني في الأول، طيب مشتقة هذا الاقتران لاحظوا مرفوع الأس ثلاثة، إذا مش شق الأس بيقول ثلاثة في الاقتران نفسه، هذا هو في مشتقة الاقتران بالنسبة لإكس، هاي رمزها، ها واقتران بشكل عام شو ما يكون يكون مشتقة له، في مين في الثاني؟ جي أوف إكس الواي إكس الزد تربيع زائد على العكس، عرفتوا كيف؟ هذا مشتقة هذا في هذا، هذا موجود هذا هو، شو مشتقة هذا؟ هذا أس نقول اثنين في الجي، هذا هي اثنين في الجي، في مشتقة الجي نفسه بالنسبة لمين؟ لا إكس، هذا هيك بالرموز. أوكي، اللي معطينا قيم هاي بعوض فيها بعدين الجواب. طيب دي إتش أوفر دي واي، هل مشتقة بالنسبة له؟ طب هذا لا يعتمد على واي. لاحظوا، ظلوا زي ما هو، ما بيعتمدش على واي. هذا بيعتمد على واي، شو بنقول؟ ثلاثة في إف قوة اثنين، المشتقة الأولية للأس، بعدين في مشتقة ما داخل القوس بالنسبة لواي. ها مشتقة ما داخل القوس بالنسبة لـ y، لو كانت كوساين بقول ساين، لو كان اي قوى اكس بقول نفسه، طبعا y هون فيها. وأخيرا المشتقة بالنسبة لمين؟ لزد. طبعا المشتقة بالنسبة لزد، هذا لا يعتمد على زد، لاحظوا كتبته مباشرة، هذا النوع، هذا يعتمد
والاثنين في الجي هذا هو في مشتقة ما داخل القوس دي جي دي جي اوفر دي زد. اوكي هاي هيك درسنا البسيط. لان احنا ما نشتقش نعتبر دائما وابدا، نعتبر اللي بشتق له هو المتغير، والبقية المتغيرات هي عبارة عن ثوابت. اوكي بجوز اذا لقيت مجموعة من الاسئلة محلولة جاهزة ابعث لكم اياها مع هذا الدرس. اوكي انتبهوا لها وحلوا واعرفوا القواعد الرئيسية لمين للاشتقاق. يعطيكم العافية.